امبارح الحفلة عظيمة، تكريمات جميلة، ولكن كنا بنتكلم قبل الهوا اللي هو ما حدش هيروح زعلان. يعني هنكرم كل حاجة أرجنتين، ولكن هنكرم بيليه في البداية. هندي كورتوا في أفضل تشكيلة 11، هندي الجايزة لمارتينيز، هنعمل مش عارف إيه، وأنتوا كمان أنت تاخد حتة وناخد حتة. يعني كان في كل الناس مبسوطة. فشفت امبارح الحفلة ازاي، وشفت اصلا الجوائز وكواليس الاختيار للافضل امبارح عاملة ازاي؟ طبعا زي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل البرنامج، هم عملوها زي حته في الماركتينج عالميه كده، اللي هو زي ما قلت كده هنراضي الكل، جو السبونسرز والتشويق. حتى هم بداوها زي ما قلت لك كده بحته كده، اللي هو هنجيب قلبك في الاول كمشاهد، بحيث ان انت اول حاجه تحط عينك عليها طبعا بيليه ومارادونا، خصوصا الجيل القديم. ممكن احنا نكون احنا جيلنا برضو شويه يا كابتن محمد بنحب الكوره، فبنقعد نتفرج ممكن على الماتش والاعاده والكلام ده كله، عكس الجيل الاكبر مننا سنا، ان انت حتى تجذب انتباهه وتجيب مشاهدين اكبر ليه، ويجيبوا من حته العصر بتاعك اللي انت كنت بتحبه، بيليه ومارادونا او يعني الحته اللي دي. شاف بيليه ومارادونا في الملعب خلاص دول كبار في السن، يعني احنا شفناهم على النت، طبعا شفنا بعض المشاهد ليهم مصوره، لكن ما شفناهمش في وقتهم. لكن انا حتى ما اشوف مارادونا دلوقتي في فيديو قديم، طب ما ميسي بيعمل كده، يعني انت ما تشوف ده وتشوف ده، فكل حد شايف الجيل بتاعه هو الافضل. يعني اللي حضر مارادونا لا، مارادونا ده الافضل. بس انا هقول لك على حاجه، انا من جيلهم. انا جاي لك من جيلهم وبقول لك لا، هم الافضل. انت في النص، انا في النص، بس هم فعلا مين الافضل. الافضل؟ لا، مارادونا وبيليه. طبعا هقول لك ليه. الناس دي حضرتك بتتكلم دلوقتي، احنا هم سابقينك بكام سنه؟ احنا بنتكلم في من 58، احنا بنتكلم في فرق حاجه و60 حاجه و70 سنه، وبنتكلم انا بنقول دايما، ميسي دلوقتي بيقلده. هو مش بيقلده، بس انا دايما بشوف ان ميسي وكريستيانو الاعظم بشكل كبير جدا، طبعا الاعظم في المنافسه مع بعض في فتره طويله جدا كتوب ليفل، في امكانيات وفي اجهزه جديده وفي مدربين، ده التطور التكنولوجي اللي موجود. ولكن ميسي وكريستيانو قعدوا اطول فتره من اتنين لعيبه في العالم في المستوى التوب، يعني ما طلعوش 5 6 سنين وهوبا ما طلعوش، لا هم محافظين من اول ما ظهر لاخر مره. انا يمكن ميسي، انا من عشاق كريستيانو رونالدو، ولكن ميسي انا زيك برضه. انا بحب كريستيانو رونالدو. رونالدو اشتغل على نفسه كتير جدا، ميسي اشتغل طبعا كتير، ولكن ميسي عنده حاجه غريبه جدا. احنا الفيديوهات المعروفه لمارادونا رقص فريق كامل في ماتش، عمل كذا في انجلترا. ماتش، ميسي بيعمل كده كل ماتش. لا، بيعمل كده كل ماتش. بس انا هقول لك على حاجه، لو انت حد جالك من 70 سنه وقال لك ان في واحد هيجي يعمل الحركه دي، ما كنتش هتصدقه، طبعا كنتش هتصدقه الا لما تشوف بعينك. فنفس في الحكايه النهايه مارادونا. كلهم اساطير. مارادونا سابق عصره. يعني لو جيت قلت لك يعني مثلا حركه بتاعت لمسه اليد بتاعت ماتش انجلترا، الحكم وهم راحوا بيكلموه، الحكم التونسي مش مصدق، مش مستوعب ان في واحد بتقول ممكن ايه يعني؟ يقل بايده. لا، هو الموضوع مش هاند بول يعني، لكن هو شوف سابق سنه او سبق الزمن. زمنه بقد ايه. مثلا حضرتك بتتكلم في فرق 40 سنه ما بين مارادونا وميسي. انت كنت شايف ميسي ما يستحقش السنه دي؟ لا 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 لا، اكتر سنه كان يستحق فيها. صح؟ صح، انا متفق معاك جدا. ميسي عمل اللي صعب جدا حد يعمله في ظل الضغوط، وكمان البدايه المتعثره الجامده جدا، ان هو يخسر قدام السعودية. السعوديه اول ماتش. لا، الموضوع كان احنا كل قلنا خلاص ارجنتين شكرا، انا عن نفسي هتخسر ماتش التاني وتروح. انا عن نفسي بصراحه قلت ان مستحيل اصل الارجنتين تبقى موجوده، حتى ولو تصعد حتى تاني، لكن برضو ان هي ترجع وتصعد اول وتلعب بالاداء ده. وخلي بالك ان كله برضو ميسي، يعني تقدر تقول مين اللي هو في التوب ليفل معاه اللي هو يشيل معاه. حتى دي ماريا وقع منه في نص البطوله واتصاب ورجع على الماتش النهائي لو تفتكر. فتقدر، لكن في اكتر من لاعب، يعني في ديبول، بس برضو مش اللي هو التوب ليفل. مارتينيز ماشي بشكل حارس مرمى، عندك خط النص افضل لاعب شاب، يعني عندك تمام، في لعيبه تشيل معاك، بس انت مين؟ مش التوب ليفل، انت مش التوب الاساس. ليفل. يعني حد، يعني زي ما حضرتك حتى بتتكلم كده، ديبالا ما هل كانش، في نص الملعب هم مثلا زي كازيميرو، فابيانو، لا حتى ديبالا نزل رودري كده، حتى ديبالا نزل تقضية واجب. ماتش كده، هو بقى موجود معاكم في كاس العالم.